أحبتنا مشاهدين قناة الأيام وبرنامج المهلهل، حقيقة الحلقة اليوم الحديث عنها يطول، من شعر ومن أدب حوار ومن ابتسامة أيضا. الشاعر الحبيب والمبدع محمد ثامر حبيب أبو الأكبر، شخبارك؟ الله يسلمك. ترى شوي وضحك والله ضحك الله يخليك. والغالي والحبيب سامي العيساوي، الله يعزك والأكبر في دول عيونك، كل الهلا في دول روح لك. ما شخباركم؟ بخير ونعمة. البصرة شلونها؟ بخير. الأم حي الحسين العظيمة شلونها؟ والله الحمد لله. تزين النصر عسى أهدوه. الله يعزك يا ربي. الشفل خير ونعمة. بالمناسبة كلش أحب هاي المنطقة، هي ما تحبك، ويقولون السلام أمانة، توصل سلامنا، تحبك والناس اللي بيها كلهم يحبوك. الله يعزك. الله يخليك. الله يعزك. الله يسلمك. خلينا نسأل محمد ونوم نرجع لسامي. جيد لك. محمد، شنو سبب شهرتك هذه القريبة، هذه الثلاثة أشهر الخمسة أشهر الأربعة أشهر أكو صار انتشار لمحمد ثامر؟ يعني هي توفيق رب العالمين. واحدة يعني بداية هي توفيق، أشياء يعني مسلم لها. يعني أنا ما أعرف، بس هي محبة الناس نعمة. أنا الناس هواية تحبني يعني. صدق والله؟ أي والله. أنت تستاهل المحبة. خاف يقولون مغرور يعني، بس أنا يعني الناس. لا وجهك مو مال مغرور. وجهك مو ما ترى. ما ترى. إيه ما يعني شغلتك مال مغرور. لا ما أنت. أنا الله يخليك. الله عليك. يعني أنا نمت قعدت الصبح لقيت روحي منتشر، ما أدري شنو السالفة. لا والله. الحمد لله. شنو الشعور؟ يعني أكيد شيء حلو. إيه. ثمرة تعب، ثمرة جهود. كل إنسان يطمح أن يوصل وتتحقق ثمرة جهوده بهيك بهالوقت القريب اللي كان يطمح بدل ما يخلي فده 15 سنة طلعت بسنة. يعني فد إنجاز عظيم تحس بيه كلش كبير. موفق إن شاء الله. الله يسلمك. بصراحة باعتبار إن أنا سامع لك هواي في ذول أيام، أعتقد المكان اللي أنت بيه أقل مما تستحق. تتفق وياي لو ما تتفق؟ أتفق وياك. أتفق وياك. إلا تأثير مصطفى العيساوي؟ مصطفى العيساوي هو ما له ذنب بالتأثير. لا لا لا، مو يعني يعني شغلة مو مباشرة. وبنت أخوه الشرف وحيدر صديقي وعزيز علي جدا، تاج الرأس. وصلت مرحلة والأكبر يعني إحنا يجوز مجتمع يعني. بس جاوبني وإنه بسترسل إلا تأثير مصطفى؟ هواي. ها هواي. يعني وصلت مراحل أنشال من مهرجان لين أخو مصطفى العيساوي. يعني نظرية المجتمع، يعني نظرية أبو المهرجان، أبو المهرجان يقول يعني أنا ما متوازي أصدر أخ هو أخو مصدر أو هو طالع ظاهر أكثر، فأنا ليش أنحرج وأصدر اثنين من نفس البيت؟ فإذا على تفكيرهم إحنا معناته التوأم خليه بجنسية واحدة. طب ليش كل من جنسيته؟ ليش كل من إحساسه؟ ليش كل من لونه؟ ليش كل من صح تصرفاته؟ صح. الظاهر هذا الموضوع هواي ماخذ من عنده، هواي موجعك. ها أخرني هواي. بس فدوى لأبو حيدر، يستاهل أبو حيدر. لا بس للأمانة اللي يقول إذا أردت أن تحصي أو أن تعرف أمة مثقفة فعليك بمثقفيها. الشعراء ناس مثقفين، فكثرة الشعراء دلالة على 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 الثقافة الموجودة بالبيت أو بالعائلة أو بالمنطقة أو بالمحافظة وتتدرج. رغم ذلك أنا أحبهم كلهم، اللي حكوا واللي ما حكوا أنا أحبهم. هذا الموضوع بصراحة أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول إذا أحببت عدوك بما معنى، يمكن بما معنى إن شاء الله مو عدو. إذا هو يقول لو عدوك تحبه أحسست بتفاهته. أعتقد هيك يقول الأمير سلام الله عليه. كل من يأكل رزقه لك. إيه كل من يأكل رزقه. وإن شاء الله يا ربي أن نشوفك أعلى وأعلى أكثر وأكثر. أنت شاعر وحقيقة يعني أكو فد مسألة. شهادة. يمكن محمد يتفق وياي. أنا محمد ما أعرفه وما عندي أي علاقة فيه. صح؟ صح. لا من قريب ولا من بعيد. بس مسألة أنه أكو استحقاق. شايف؟ أكو استحقاق أنه هذا الرجل يطلع بالبرنامج ومو متفضل، لا متشرف أيضا. الله يزيدك شرف بالله الكريم، لأنه هيش طاقات تحبها وتحترمها. والأكبر أنت سولف الكل يعرف إنصافك الله بعيدا عن كل شيء. شكرا 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 جزيلا. الله يعزك.
محمد اكو اشياء ما مستعد لها؟ هواي. اكو هواي اشياء ما مستعد لها؟ هواي. مثل ايش؟ الانسان اللي يزعل مني، انسان قريب علي يزعل مني. ما مستعد يزعل لك واحد؟ ما مستعد. مستعد دلة مهدرة. شلون؟ مستعد دلة مهدرة. مستعد دلة مهدرة. دلة مهدرة واجفيها بوجوه الورا واحمل زعل شيخ وسلف بس مو زعلكم ليه. اويلي يا ابي. الله عليك. اويلي يا ابي. الروح تخبل تجنن تجنن الروح. تجنن الروح. خذوا راح لك. انت اللي تجنن استاذ. احسك عصبي؟ هواي. هاي مو مال هواي، هاي مال شوية. لا هي الهواي للحق. ها والله. أنت شامت؟ والله مو شامت. وما تمنيت يصير بيهم اللي صار. يلطفيت نعيش العمر ظلمة. يلطفيتني. الله. عيش العمر ظلمة وخلصت بعد ما يسوى العذر ضمة. أويلي. الشبك قد على غيره وظال ما متروس. الله الله. الشبك قد على غيره وظال ما متروس. الله. عجيب اللي يبني بيك بشفك تحط. الله الله الله. دول عيونك. محمد ثامر. منو اللي راح يفرح بحلقتك؟ هو راح يفرحون. لا يعني من الناس اللي 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 أقرباء من الشعراء. من علاقتك من الشعراء؟ من الشعراء؟ إيه. يعني وين يقولون كل بصنف ما يحب صنفه، بس كلها راح تفرح لي. صدق والله انا ما عندي اذيه ويا واحد. انا ولا واحد. انا هم اول واحد. فدوا اروح لك. احبكم ان شاء الله يا رب تنجح. والله احبكم اثنينكم. قول والله. والله العظيم. يا اخي والله انا محمد مشكور. ما قصرت. زيدت بي الوجع وادريك مو لو اللي اسهر واكتب ودز ما تقرا الكتابه. ايش مالك؟ كذاب جبت العمر ما ناصح بعشرتك ويا غيره كلك دوا والجرح عطابه. واسكت ورد من كسر ردت الجند بحرب ما يطير ربعه ويرد واقف على اعصابه. الله الله. بس اكتمرنا بحلم طالبنا بطلابه. انا ادري. طالبني بطلابه. بسك بسك تمرني بحلم طالبني بطلابه. مو قلت لك كل شي انتهى ومنها غاد اعتذر احدك كمل الدرب ما اريدك تحبني. او لما شفتني ردد غيرك عاشر بشر ترجع تعاتبني. انا ادري. وتقول لي كنا ومو كنيت ما غزرت عشرته هو انت هسا منو قاعد تحاسبني. الله الله الله. وتقول لي الله عليك فدوا راح لك اخوي. وتقول لي كنا وكنيت ما غزرت عشرتي هو انت هسا منو قاعد تحاسبني. يا اخي صيح واذا صيحت والله ما التفت لو سمعك السبني. الله. او تغلط. صيح. صيح واذا صيحت والله ما التفت لو سمعك السبني. او تغلط واجيك اعتذر واقبل بالمراضه وحضره جنابك صلف عن عذره تغاضه. تغلط واجيك اعتذر واقبل بالمراضة وحضرة جنابك صلف عن عذرة تغاضى مثلك حلب مظهره بس عيبه بالفاضة. الله 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 عليك. المثلك المثلك حلب مظهره بس عيبه بس عيبه بالفاضة. صالحنا صح وانتهت بس روح المغتاضة. مثل الجقارة عشت بحلوق الاسكار من الحلق للشمر ومن الشمر للسحق وتقل المشارة. بس انت صوتك ولك قلبه وعارفك عدل مصير لك شار. بالله الكريم مصير لك شار. بالله الكريم عيد حالك بيت. مثل الجقارة صرت بحلوق الاسكارة من الحلق للشمر ومن الشمر للسحق وتقل مشارة. بس انت صوتك ولك قلبه وعارفك عدل مصير لك شار. فلاح جبت العمر واتعب وتان الثمر ووقت الحصاد التعب على الحاضر بلا تعب رايح للملاشي. حنطات ذرن الوقت بحلق الرحى وراحت بيد العجاي الصفت تنعى وتفر وانطحن وانذب للشباكة. بكل ذن لجلك عشت غير انت تتحاكى. الله. هو انت تتحاكى شو مسوي لها؟ سلامتك. الله يخليك فدوا راح لك. تجنن والله تجنن. والله احبك هاي صار مرتين. صدق والله؟ راح انغر واشوف روحي وهاي التفاصيل.
أول تعليق إيجابي بحقك؟ أحبك. منو علق لك هذا التعليق؟ مصطفى العيسى. والله على قصيدة. ها أنا حسيت أنه أنا على الطريق الصح. على الطريق الصح. أول مهرجان قريت بي، أول مهرجان قريت بي ومت يعني عالق بذاكرتك. قرآن فوق الرمح. مال يا سنة؟ 2019. أخذت حضور بالبداية وأنت تعرف هاي الرهبة البدائية. حضور وجمهور يعني واسع. أنت شايف الساحة المركزية نعم. مالتنا تقريبا 2000 وفوق جمهور محرم. فمن أنت شاب أول ظهور إلى. أول ظهور كان. أول. أها. أي. فالحمد لله بتوفيق الحسين خذينا استحقاقنا والحمد لله هذا ما أنساه. يعني نقدر نقول المهرجان اللي طلع سامي العيساوي قرآن فوق الرمح نقدر نقول. ها انت مسامح؟ هو سامحت حتى ما يستاهل سامحته. عذرك انت وعيونك حتى لو شفك العايل ذني سهلات على قلبي انت شققت القلب سهل الرسائل. اويلي يا الله 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 شلون شلون عذرك انت, انت وعيونك انت وعيونك حتى لو شفك العايل ذني سهلات على روحي انت شققت القلب سهل الرسائل. بالله صحيح بدون عيونك. بالله صحيح الله. يا اخي اليوم متونس يلنا. والله العظيم متونس والله يلنا نحبك. والله متونس في القرآن الكريم يعني هو يقولون يعني خلينا هيك نسولف باللهجة الجنوبية ها يقول انتم للأمانة مثل عثوق البرح منين ما كنتم طيبين ومرطبين انتم طيب الله يعزكم. فخلينا نسمع قصيدة ان شاء الله. قل ما تنضم حسرتي ولي السير هم واقبل حرق جمرة ولا حرق بالدم. ما تنضم حسرتي ولي السير هم واقبل حرق جمرة ولا حرق بالدم على قد انكسار القلق ما شو ياي وفز مرعوب مذنب بالقبر يحلم ما مجبور بس مجبور أضوق الآخ ما مجبور رحم بس قلبي ما يفهم. أوه. يا قلب اش بعد لك كأنك الكتال خايف حتى مني ينام يتلثم. أوه الله. ما مجبور يا قلب اش بعد لك ما مجبور بس مجبور أضوق الآخ ما مجبور رحم بس قلبي ما يفهم. الله. يا قلب اش بعد لك كأنك الكتال خايف الله الله حتى الله. مني ينام يتلثم. الله. والأكبر بس جنسيتي قصها يتيه الدكتور يحطدنا على صدره وكل شي ما يعلم. أوف. موته بكيف جدمل ينشنق محتار. موته بكيف جدمل ينشنق محتار وجوج دامه شاف الكرسي يتكلم من تذقل هدومك يا درب تمشي فوق الماي جنحك بعد ما يسلم. اي بالله صحيح. على يا قطره زينه يدور الناعور يدور الناعور يتعب ما يحصل قطره من زمزم اذا كل يوم دافن روحه خاف منيه ترى الدفان ما ينكسر بالمعتم. اي بالله صحيح. اجيت وغلط جيت تشيب للمرتاح الما مهتم اجيت وغلط جيت شيب للمرتاح الما مهتم بجيتك لونك يعوره يحتار اللي يساوم روحه عن نسيان روحه عن نسيان على يا قبل يذبح من حر الذكر العين اليسرى رضت شوفهم بالطيف العين اليمنى كظها الدمع والعشر. الله. العين اليسرى رفضت شوفهم بالطيف. الله 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 الله. العين اليسرى رفضت شوفهم بالطيف. الله يا جمالك يا أخي. يا جنونك يا أخي. العين اليسرى رفضت شوفهم بالطيف. واليمنى كظها الدمع والعشرة. لا يا رب. جيب اللي يمسح رسوم المشى والبعيد. وهم بالق قعدة ونقش بالشذر. اسئله لي انتك على الصور مو شو بخير بالله.
من اول شلونك تطلع الحسر؟ اسئله اللي ينتجي على الصور. من اول شلونك تطلع الحسر؟ واذا ما عنده شيء هم يخسر المفتاح. التاجر من ينام سنينه لتخسر. فرق من تحضر وما منتبه للقاع، وفرق وانت على طولك عايش العثر. سلام عليكم. الله يا انت مهم في دول عيونك بالاكبر شهاده والله مهم في دول عيونك. الله يعزك موفق يا ربي. حبيبك حمودات حبيب شو الجمال هذا؟ الضحكه خذ وروح لك الضحكه لعيوني غرقان. الله حمودات اصعب المواقف اللي مرت عليك شنو؟ اصعب المواقف من تبكي وبوقت تحتاج الضحكه. اوف ايش قد صعبه من تنزل دموعك بالعيد، من تنتظر تنباس بس ماك احد، وادم تدور وجوه مو مال احساس مو مال واحد يطعين الاحد. اي بالله صحيح. ايش قد صعبه من تنزل دموعك بالعيد، من تنتظر تنباس بس ماك احد، وادم تدور وجوه مو مال احساس مو مال واحد يطعين الاحد. بلون قلب ام العمر جبته وياك، بس انت قلبك كلش وياي سود. يولي مشكله. يولي خريج شنو انت؟ انا خريج دبلوم اداره قانونيه. اكيد متعين؟ لا قلت لا، لان احنا بالعراق. اكيد ورا الفاصل راح نسولف ان شاء الله. احبتنا مشاهدين قناه الايام فاصل ونعود اليكم. احبتنا مشاهدين قناه الايام وبرنامج المهله اللي عندنا وياكم مع الحبيب محمد ثامر والحبيب سعد العيسى. حبيبي الاكبر حياكم الله مره ثانيه. تحيي الله يعزك. قلت لي خريج شنو؟ انا دبلوم اداره قانونيه. وصار لك جيد متخرج؟ يعني خريج 2016-17. وش تشتغل؟ انا اسف للسؤال. لا بالعكس، العمل عباده ما بي مشكله. انا اشتغل بالطرشي، واشرف استاذ سمير صبيح كان يشتغل بالطرشي. كان يبيع طرشي الرجل. الله يرحمه. الله يخليك. الله يرحمه. يا اخي ما اقدر اسالك بصراحه، انحرج انا، بس ما اعرف يعني. اتمنى اللي يشوف هذا الفيديو او يا ريت يتقطع هذا الفيديو ويسوون تاج منشن للناس المسؤولين. حسب ما اعرف انه الشغل بهيجي وضعيه يصير الراتب مالته قليل، وهيك ناس ضروري ندعمهم. اعتبروا طلب اخوي ابوي حقنا عليكم. كيفكم شنو تعتبروا؟ اعتبروا. واتمنى يا رب واحد منكم يدخل لمحمد ويفرح محمد. امين يا رب العالمين. نرجع، ما اريد ناخذ هذا الموضوع اكثر. اسف اذا حرجتك. لا بالعكس، بس صدقني 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 الناس للناس. صحيح. هو الله يوفقك ان شاء الله. الله يخليك. سامي العيساوي الله يرضى. نسولف بصراحه، الشعر جروبات؟ والله بصراحه بصراحه ايه والله نقول 90% جروبات، يعني نسبه عاليه. نسبه عاليه، بس انا ما اقدر اتهمها كلها. ايه هو لغه العموم لغه مرفوضه طبعا. زين ما عنده جروب يضيع؟ ماكو شيء يضيع عند الله. يجي يومه. انا مساء سولفت لمحمد، قلت له استاذ محسن الخياط الله يرحمه، ايش قد مر بفتره وغاب وظلم، طلع وصلنا. صح، وصلنا وخذ استحقاق نقول. لا بس قصدي يعني اليوم حاليا اللي ما عنده جروب الفرصه ما تأقل من شيء. اكيد جوز فرصته 10% واللي عنده جروب 80. ها انت منتمي للجروب؟ انا لا. بطل الحمد لله. بطل. منو يفتخر بيك؟ امي. منو راح يفرح بحلقتك من غير اهلك؟ من غير اهلي احمد مصطفى. الف تحيه له، هذا رجل احب انا للامانه. هو يحبك. هو
بالله هواي احبه رجل مؤدب الأمانة. انا يغريني الرجل اللي يستحي يا خاموت عز المذا يستحي شيء بشيء يذكر انا ما اريد اسولف فيها سالفه طريفه طويله اسمح لي اسولفها. يقول في يوم من الايام اكو هيك في منطقه يسمونها بالعرب سلف. هذه المنطقة كبير هذه المنطقة يسأل هواي يملل الضيف بالسؤال يملله شلونك شو اخبارك فلان فلان يملل الضيف. في يوم الايام عبر على هاي المنطقة واحد عند ربع هنا بهذه المنطقة اللي كبيرهم يسأل ويسولف هواي. فيقول قالهم اليوم القهوة عدمن تعرف انت عادات العرب يومية قهوة عند فلان عند فلان. قالوا له اليوم يرحم والدي. قالوا له يا ابا اليوم القهوه عندي الشيخ. قالوا له بس احنا ربع اريد انت قهوه بيناتنا. قالوا لا شو انت قهوه بيناتنا عندي الشيخ نتعرف على رجال المنطقه ورجال القبيله ومن هذه التفاصيل. يقول دول حاطين قلبهم على قولته هلنا بشيشه يخافون لا يحرجه من كثر الاسئله. يقول فراح هذا الزلمه فر الديوان وصبحوه بالخير صبوا له فنجان قهوه وساله الشيخ قواك الله قواك الله شلونك شو اخبارك؟ قال والله بخير. قال له كبيركم شلونك؟ قال له يستحي. جميل. سكت. اخوي خلصت القهوه وخلصت التسيار. ما حكى بعد. ما حكى. رد هذول الولد الشباب الاثنين متعجبين من تصرف الشيخ. ما سأل مثل عادته. خوي المهم تغدى عندنا ما ادري شلون. قال لهم لا والله ما اتغدى اريد اروح انا عندي شغل بس انا سيرت عليكم. خوي راح هذول ما ردوا لاهلهم ردوا للشيخ. قالوا له الشيخ شنو الموضوع؟ احنا كنا متخوفين من كثره اسئلتك. وما سالت شو ما سالته؟ قالهم انا سالته سؤال وجاوبني جواب عن كل الاسئله. شلون يا ابي؟ قالهم من قلت له شلون كبيركم؟ قالوا لي يستحي. قال لي يستحي كبيرنا. اللي يستحي شجاع. اللي يستحي ما يسوي الغلط فعلا. اللي يستحي ما يسوي العيب. اللي يستحي كريم. اللي يستحي طيب. اللي يستحي خلوق وكل الصفات الحميدة. كل الصفات الحميدة. فشاهدنا الزلمة اللي يستحي طيب عسى الله يحفظكم ان شاء الله. سامي العيساوي انت تخسر لو تنخسر. انا ما اخسر انخسر والاكبر. كفو كفو. الغربيل بطل بعد للموقف انطاها. الغربيل بطل بعد للموقف انطاها. قال له ابتليت بعرب كل يوم تلبس وجه وتصادموا وياها. الله. أنا رفقت ربح بس واد ما تخسره. اي بالله صحيح. وأنا الحنين اللي يظل سهران حد الفجر يمشي خص فارق ولف يتبرع بصبر. الله الله يزك. الله الله الله, الله يزك. شنو نتيجة التعب؟ نتيجة التعب ندم. أويلي تتندم من الضحي وتخسر وبالأخير ما يتقدر. جبت كل عمر قائد بس حرامات أول مرة أنعد على الخسائر. أول مرة أعيش بهذا الإحساس أرسب بالعلاقة اللي بيها شاطر ومنها وما عرفت الماي والزاد انا العايش على الله وعلى الجقاير. اويلي يا ابي. الله عليك. اويلي يا ابي. بدو راح لك. شلون جو البصره الشعري؟ والله يجوز بهاي المرحله صارت حركه الحمد لله. جيد. وراي مسابقه كنت. انت منتمي للاتحاد؟ انا ما منتمي لا اتحاد ولا جمعيه. زين اكو منتدى؟ ولا منتدى. منتمي لهم كلهم. بس هذا الموضوع برأيك صح لو خطأ؟ والله بالأكبر نقول صح. ليش؟ لأن الابتعاد شوية. لا بس قصدي أنه أنا في لا لا. أحتاج للظهور فالمفروض علي أحتك صح؟ تك صح. بس أنا قلت لك جاي أحتك بيهم كلهم وأنا ما منتمي لهم. ها ها يعني أنت تروح للأماسي. أروحهم كلهم. جيد. المنتديات الاتحاد الجمعية كلها أحضرها. جيد جيد. ما عم بالي أنت تقول أنا ما أروح. لا لا لا, لا. جيد. أنا منتمي. وعلاقتك طيبة مع الشعراء؟ طيبة. حلو كلهم أحبه. حلو زين
أرد أسألك هذا السؤال. اليوم علاقة الشاعر ضرورية مع الشعراء الآخرين من غير محافظته؟ طبعا من غير محافظته أي يعني أكيد. تربطك علاقة مثلا بشعراء من بغداد؟ أكيد. من الناصرية، من باقي المحافظات؟ حلو التعارف بالأكبر زين. تفيدك منطقة. تفيدك كشاعر؟ أكيد تفيد العلاقات كشاعر. ها يعني طبعا. تفيدك أثناء القصيدة؟ أثناء القصيدة من باب المنافسة ومن باب الاطلاع ومن باب النقاش؟ من باب يستفزني. أها شنو رأيك محمد؟ والله أستاذ يعني كلامه صحيح. أنت عندك علاقات لو مو قلب العلاقات؟ أنا أكثر الناس عندي علاقات. أها أي. حلو. يعني علاقات اجتماعية بالناس تربطني يعني بصورة عامة. لا لا أقصد بالشعراء. بالشعراء؟ أي أكيد. تحسها مثمرة؟ أكيد مثمرة. من يسمع قصيدتك؟ يعني هو يسمعوها وتاخذ برايهم؟ يعني قصدك اسمعهم الناس مالتي؟ اي اسمعهم وتاخذ برايهم؟ اكيد. وانت لانه مهم لي هواي هم تسمع هواي اسمع وهواي اخذ بارائهم وهواي امشي على حكيهم اذا كان جيد. بس هم اللي تسمعهم انت عندك ثقه بذوقهم يعني أكيد. وعندك ثقه برايهم يعني ثلاثه عندي بيهم. جيد جيد هواي. نقدر ناخذ قصيده؟ يقول اللي يخاف من الاوهام يعيش مرعوب. اللي يخاف من الاوهام يعيش مرعوب ويلقى الخوف فوق جفونه راكد. الرقبه اللي عفوا عنها قبل الاعدام تفز من نومها بطار القلايد. الله. اللي يخاف من الاوهام يعيش مرعوب ويلقى الخوف فوق جفونه راكد. سولف لي على الرقبه. الرقبه اللي عفوا عنها قبل الاعدام تفز من نومها بطار القلايد. تعال بلا عذر وتشوف اللي يصير. فرق بين السمع والشان شاهد. اش عجب بايع غلات بلا تواسي. سوق العوز رخصها المعاضد. الله. اش عجب بايع غلات بلا تواسي. الله الله. سوق العوز رخصها المعاضد. وانا حتى من طردك ظال وياي. صحبه بسجن تبقى بصف قاعد. نعم. عمر شابه حرق حرمل دراويش. اويل يا ابا عمر شابه حرق حرمل دراويش. يشعل بيا شفك وانت بارد. ايش بعد لك بيا حتى اعطيك وارتاح. الله الله. وامسح دورك بكل المشاهد. حنين امسح الدمعه بجفن الشموع. وانا ودمعي نكتب بالقصايد. الله. المكان اللي قعدنا عيون بعيون غرب نتلاقى نصفن بالجرايد. الله. المكان اللي قعدنا عيون بعيون غرب تتلاقى نصفاً بالجرايد. كثر ما كنت أود لبيتك إحساس مكزبر يوصلك جسم الكواغد. الله. حرت وياك جند مضيع سلاح وبنفس السلاح انقتل قائد. الله. طحت من عين قاع وعين الجنود ونسر بيريتي من الفشلة شارد. ألبوم الصور يرتاح بالنار إذا برف يحس بروحه زايد. بالله. الله. ألبوم الصور يرتاح. الله. بالنار. يا أخي ألبوم الصور يرتاح بالنار. إذا برف يحس بروحه زايد. أنا حسرة مسافر راح مهضوم. يلقى الدمع قبل الجنطة صاعد. سلامتك. الله. الله. الله يعزكم. الله. خذوا لعيونكم. الله الله. الله يعزكم لكم. نسوك. أي. تتذكرهم؟ اي بعدك تحبهم؟ اي بعد نحبهم. وهم ما ادري او تالي ما تالي انقطع مرسالهم. للاسف اتشانوا يحبونه ما ادري شمالهم. الصوت بيهم ما ادري احنا القاصرين. ما ادري صوت الساعه ما ودالهم. اويلي ما ادري صوت الناس اللي تحب الخراب. ما ادري واحد غيرنا الغنالهم. مرتضى الحمد ذكرت هيك بالاغنيه يقول انا اللي اغني لك وصوت على قده. الله مشكله هاي. ها اي خلينا ناخذ قصيده. ناخذ قصيده والاكبر. كل نص ينكتب او ينولد الشاعر ما يجي اعتباطا ولا ينكتب بسهوله.
هذا النص تعبنا وتعبت عليه. الله. أنا من الناس اللي عايش ويا أهلي ومستقر. صار لي ظرف خاص. يعني برضاهم هم مو على زعل أو شيء. برضا أهلك قصدك؟ برضاهم يعني تحياتي لأبوي ووالدتي. الله يحفظهم. الله يسلمك. صرت أمام أمر أنه أضحي لإنسانه وأثبت معنى كلمة الحب شنو؟ الإنسان اللي تحملتني بكل هوستي بالمجتمع بكل تفاصيلي. نمت سلطان. بس لحظة، من أجل يعني من أجل حبيبة ولا من أجل زوجة؟ من أجل زوجة. من أجل زوجته. أيه؟ أنه أنت طلعت من البيت. إيه أكيد من أجلها. جيد. يعني تثمين الكلمة الحب العظيمة. أنا من الناس اللي أقدس الحب. الله. وهي تستحق تضحية. نمت سلطان بعيون المقاريد وقعدت من الحلم مطلوب الأكثار. أجيب منين يوزر سيف هساوي يفسر للحلم تفسير شطار. الله. وأقول أن مو سنابل يابسة ونيل حلم عادي وأحط لك وحد أعذار. الله. بسك يا وقت عادية نشبيه قريش وعادة اللي يتعبد بغار. نعم. أرفع من الإبرة بخلقك وياي أخوات ناهبة وعدهم غسل عار. لا واصل سمة ولا ضال بالقاع مرقد مال إشارة شلون أنزار. الله. لا واصل سمة ولا ضال بالقاع مرقد مال إشارة شلون أنزار. ورجعت من القلق جندع للحدود لا مستشهد ولا عابر النار. الله. الله عليك. رجعت من القلق جندع للحدود لا مستشهد ولا عابر النار. أو لا عابر النار. مكافي مكافي استقرت حتى الطيور ورجع للبيت حتى القالوا فرار. أنا التعبان بس ما قال تعبان والقلة القليلة تدرب الصار. من العزل المذلة جرن دنياي البيت اللي ربويت بخلة خطار. وقعد حال الكرسي مرات قدامي بعد ما تنحش أسرار. الله الله. الوقت خلاني حنة ببيت مكتول مكروه علي قاطف حجار. مدري الصوت مني وبيه تقصير مدري قلوب ربع البيها زنجار. الله 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 عليك. الله الله. ناخذ فاصل. ناخذ فاصل. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام فاصل ونعود إليكم. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، البارت الأخير من حلقة هذا اليوم. الوسيم حبيب جميل الطيب وبلك ربي يوفقك. الله يعزك. الله يوفقك. أول إنسان راح يفرح بنجاحك؟ والدتي. الله يحفظها. الله يحفظها إن شاء الله. أنه أنا صار لي كم يوم ما رايح لهم خابرتني تدعي لي وتبكي. خطية خطية ما نتبوش دراسه. تمر. سامي من اول واحد راح يفرح بحلمك او يفرح بنجاحك عموم نجاحك؟ يا شيلتها من تنشم وقت مغرب عطر زوار يدخل بيت المعزب. الله الله. مره تبكي الخبزها من يطب للنار رغم تدري الخبز بالنار مو مذنب. اي بالله صحيح. اللي هسه تقول يوسف عنده خوش اخوان بس يوم الطمع بالخوة سمي ذب. الله الله بالله. هاي اللي هي شيء نسمع عبودية. هاي عبودية لهسه صواب زعلك حار بينا وطبيب الطيب السل. أوف طبيب الطيب السل حار بينا عفتنا وإحنا لأجلك حار بينا أهلنا ولا قلت فشلة وخطية. الله. وبكتف مخلوع
وانت طارحتنا امس ويدك بسدي طارحتني يا ريت ام بشهرها طارحتنا ولا اعيش واشوفك خنت بي الله هذا عيده الله عليك خادم هذا عيده بكتف مخلوع وانت طارحتنا امس ويدك بسدي طارحتني يا ريت ام بشهرها يا ريت ام بشهرها طارحتني ولا اعيش واشوفك خنت بي اي بالله صحيح وش علامك زمزم عيونك يا ريت بوقت بيبشلم زعلك يا ريت بكيت وقلبي من عرجه يا ريت وشطت شوطة يتيم بمغربي الله 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 نرجع نرجع شوي للبداية نرجع سامي عندك مشاركة بمهرجانات المحافظات لا ما عندي يعني اكو فد منتدى مكان معين تتمنى تقربي والله كلهم اخواتنا هم بس انا هواي احب منتدى الرساله كلش هواي احبهم بعيدا عن مبدعين مبدعين والله تحيات الف تحيه المنتدى الرساله يتعبون يتعبون الله شاهد للامانه هواي ما عندي علاقه باي واحد الله شاهد بيهم لا بس انا احبهم لان يتعبون على الشارع والنعم من منك وهذا يعني حقيقه هذا نكرام ذات جميل انا اهنيك جدا الله يعزك انا اهنيك جدا انت مغرور؟ لا والله ولا شويه؟ ولا شويه بس هم يقولون مغرور هم يقولون؟ يقولون هو كلها تقول واحنا نضل ورا نقول لا ما ناخذ حكيهم ابوي يقول اذا كل حكايه تسمعها تكبر اي والله العبر. لو كل كلب عوى القمته بحجر لا أصبح مثقال الحجر بديناري مو هيك اي والله تتاخذ النصيحه بالاكبر النصيحه لو ما اخذها ما وصلت لهي المرحله اول اللي نصحوك كان بوقتها حرب حرب والقاده نصحونا اللي ما ينتبه ينكتل لا تنشغل بالمضى ظلوا يذكرون بس ما سمعت الحكي كنت تمشي وسط العدو وبتشفح صورته وصفا على عيونه الله الله وثار اللي يعوف العدو ناس اللي يقتلون اوف ثار اللي يعوف العدو ناس اللي يقتلون الله يعزك الذوق وايد بصراحه طبت لو بعدك والله بالاكبر انا ادبيت احب اقول طبت والوقت قومنا على رجليه عافية وعرفت الوادم العاشج دغش بيه بس شف امه شفته انمد لوقت الضيج مرات المواقف تفضح النية اي بالله صحيح الله يعزك ايش حصلت من عشرتهم؟ بس التعب اوائلي مثل الزارع صفصافة ما بيها ثمر؟ ما بيها ثمر خلص كل شيء انتهى وكل من بحزنه ينام وكرهت اسمك بعد ما ينكتب على الجام صدق حافظ رسومك بس كنت مجبور لان بعيونه رزقه يحطك الرسام الله الله كبرت وياك بس مالك فضل شي يفيد الله والاكبر مثل اللي عند ابو ويدخل الله يدخل الله الله يرزقك الله 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 اكبر وصلنا للختام عندنا 6 دقائق اختم على ذوقك واختم على ذوقك استرسل لنا بوذيه بوذيه امانه وتبطل الزعل يا هيل لا القاء 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 هيك تمسرح لي تمسرح لي امانه وتبطل الزعل يا هيل ترف يا عود عنبر مسيك يا هيل هو علي من كنت بالكاروك يا هيل وانا مناغاك يلعب لعب بي الله يساعد قلبك الله يسلمك وصدى صوتك يدق بالراس ويران بعقله وقلبه من فرقاك الله ويران حرب صدام 8 سنين ويران رضت وانت على زعلك ذاك الله الله وترى عيونك دول خلقي عيونك دول خلقي ونوم وشحيح وطيفك يغرب وانا امي هنا يا امك لا هي بشعرك وانا امك اللي الب ضريح تبات بي الله الله واجي يطقني اي واخوته حاجبينه واسمعه يقول مالك حاجبينه خزرني وسيف صارا يا الله خزرني خزرني وسيف صارا حاجبينه وصرت مثل الصنم منهد علي الله الله عليك اختم
الأكبر. أنا أختم قصيدة حسينية. سلام الله عليك سيدي. الله يعزك. يقول: عند رجوع الضعن الحسيني إلى المدينة تستقبلهم مولاتي أم البنين فتذهب إلى سيدتي زينب: يا زينب حدثيني عن كربلاء وعن حبيبي الحسين. فتجيب السيدة زينب: قول الجمر بارد، الخوف بكربلاء يلسع، واكثر من درحهم خاطر تصدع. الله. الرمل بالطف شرب وحسين ظل عطشان. الله 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 الله. الرمل بالطب شرب وحسين ظل عطشان. هضيم الطولة يسوى بدمه يتنقع، العرف بس موته نسأل من دربنا منين. العرف بس موته نسأل من دربنا منين. الكحل وقت الدمع بالشردة يتفرع، مطلوب وطلع بعيال روحة تصير، ديرة المو إلك تحتار من تطلع، الشمس رجعت لأهلها وإحنا نمشي هناك. الشمس رجعت لأهلها وإحنا نمشي هناك. ويا حسرته اللي يمشي وما لها تفزع، لما صياح طفلة تقول هذا حسين. وجيت شفت كل الحرم تتجمع، ما لحقنا ناخذ نفس من الخيل، التعب من دون أخو بالغربة جا مربع، أقنع ياطف لازم يتيم يصير، لازم يتيم يصير، محتار بحميدة الهسة ما تقنع، فوق الناقة ما يتودع المذبوح، عشرة عمر صعبة لحظة تتودع، وحيرة منيء من القلحل. آخ حسين لو يهدى، أول مرة طب للكوفة بيد حبال، وطبع بالما يعرفك من تطب يسأل، السأل قال له لزينب رجع له الأتراب، ما صدقوا بتحيدر تجب هزل من صدمتهم الوادم الدم ينشاف، هنا جيب العقول الكون تتحمل، هضمتنا اللي تفضل ماكو واحنا شيوخ، الشيخ بيا وقت عد العرب يمه، هضمتنا اللي تفضل ماكو واحنا شيوخ، واحنا شيوخ الشيخ بيا وقت عد العرب يمه، الترب ما تنسحق وحسين شابع دوس، النعمة من الحوافر والشمس تذبل، الترب ما تنسحق، النعمة من الحوافر والشمس تذبل، تكبر حير تل ما يدري باكر وين، كيف الحادي قام الدرب يتبدل، الهول بالصحراء خنقة شلون قاع الشارع، الغرقان بهواهم كان ما يقبل، والأكبر ندعي الحرس تغطى ونقعد ويا الروس، ونقضي الليل لحظة بلحظة نتأمل، أمني تسمح حلم ما مر علينا النوم، كل شي بروح تلعباس ما يكمل، أمني تسمح حلم ما مر علينا النوم، كل شي بروح تلعباس ما يكمل، تذكرنا بخيمنا سورة الدخان، من نقراها تعرض شمرة المشعل، معازيب احنا بس ردناها تطفى النار، لأن فوق الفراش رمادهم حول، معازيب احنا بس ردناها تطفى النار، لأن فوق الفراش رمادهم حول، بالسوق الحكي ما عبر الغربين، كبيرة حكايته تقتل الماء يخجل، الذهب ما حد بحاله صد علينا الناس، ويهنونا الذهب ما حد بحاله صد علينا الناس، ويهنونا بمكان الواقف الأول، تعبر بيا عذر لو شام تتلقاك، بطراف المدينة والحكي وشل، حتى البذر طلع راسه من طبويت، ويسمعنا كلمة وين المدلل، وين المدلل، وصلناكم أهل بس حكم التيهون، تتغير رسوم والشاية المقتل، تتغير رسوم والشاية المقتل. الله الله يعزك بالأكبر. وصلنا للختام، يا رب التوفيق لكم. فدوى لعيونك. كنتم خير سفراء لمدن. الله يعزك. الله يسلمك. أحبتنا مشاهدين قناة الأيام، وصلنا لختام حلقة هذا اليوم، انتظرونا بحلقات أخرى وشعراء مبدعين آخرين. في أمان الله.